من التنين للجمعة، وصفات جديدة وبتجنن وأسرار عن عالم المطبخ. انطروني الساعة 10 صباحا بتوقيت بيروت وبإعادة 5 المساء، معي أنا شيف شادي زيتوني من شركة 10 على 10 على راديو تموز الإلكتروني. أحبائي الشيف شادي، أحبائي المطبخ وأسرار المطبخ، اليوم حلقة ممتعة بتعقد بتجنن على راديو تموز، بتحكي لنا عن سر كتير مهم بعالم المطبخ. صحيح الحلقة رح يكون وقتها قصير، بس السر كتير كبير. البيض، كيف الأول شغلة، أول شغلة رح يكون في حلقة على قناتي على اليوتيوب مربوطة بهالحلقة أو حلقة الأسرار، أوكي؟ بليز احضروها. صحيح الحلقة هي من 40 دقيقة، صحيح الحلقة هي قديمة، أوكي؟ بس كتير كتير فيها أشياء كتير مهمة. يلي بيحب البيض، يلي بيحب يسلق البيض، يلي بده يعرف شو فينا نعمل من البيض المسلوق، والأكثر من هيك كيف فينا نعرف إذا كان البيض طازة ولا قدي عمره ولا قديم. تأشرح لكم كم شغلة معلشي وما تزعلوا مني، وخاصة الأشخاص يلي بيشتغلوا بهالمهنة. نحن مرات كتير منلاقي بالسوبر ماركت البيض محطوط بالخارج مش بالبرادات، وبيقولوا البيض ما بده براد، بس انا بشارط انه البيض اذا حطيناه بالبراد بيضاين اكتر، وكل ما يبقى البيض براد البراد اذا كان الطقس صيفي او شمس، كل ما البيضة صارت ختيارة اكتر، يعني تعبت البيضة وصارت قديمة، وكل ما تتعب البيضة وتصير قديمة هيدا بيعملنا أمراض ما رح أحكي عنها، رح خلي الأشخاص يلي متخصصين بهذا الموضوع يحكي لنا أوكي عن البيضة اليوم شو ممكن، شو عندها عوارض سلبية إذا كانت قديمة. أنا علي هلأ لكم كيف فينا نعرفها للبيضة إذا كانت قديمة أم جديدة. غير هيك بدي أحكي كمان عن شغلة كتير مهمة، ممكن كمان البيض يكون بالسوبر ماركت بقلب البراد، بس عم تخلص المدة تبعيته تجي الشركة بتسحبه، تسحب البيض في شركات غير موثوق فيها، ترجع بترد البيض بكراتين جديدة مع تواريخ جديدة موجودة عليها، وبترجع بتنزلها بالسوق هن زيتون أو بيخلطون مع بيض جديد. وهيدي صارت معي مليون مرة، انه انا عم بفحص البيض بيطلع بقلب الكرتونة تبع 6 بيضات، 2 قديمين و4 فريش. كيف فيكم تعرفوا هالموضوع؟ اوكي، تنقول كلامي هيدا انا غير مزبوط اطلاقا، بس في طريقة تنعرف البيضة اذا كانت طازة اليوم، اذا عمرها يومين 3 أو جمعة، او لازم ناكلها او ما لازم ناكلها. منجيب جاط مي، خلي هالجاط يكون من ازاز او يكون شفاف، مي عادية، منحط البيضة بقلب المي. البيضة لازم تنزل للقعر لتحت، تدق بكعب الجاط وتكون نايمة، يعني مسطحة على بطنها مش واقفة، يعني مش كعبة لتحت وبوزة لفوق. واذا بتحضروا هلأ كمان الحلقة بتشوفوا شو بقصد، بس بعتقد كلامي مفهوم 100%. سو انا حطيت البيضة، حطيتها، نزلت البيضة ودقت بالقعر وضلت دقة، معناتها البيضة هون عنا اياها طازة، عمرها يوم يومين 3 4، ما في مشكلة. كل ما البيضة بلشت توقف على كعبة وتوقف، كل ما تكون البيضة قديمة. هلا اذا وقفت بالقعر، ضلت بالقعر بس وقفة، بيكون عمرها تنقول جمعة 8 أيام، فينا نكلها ما في عنا مشكلة. أما البيضة بس تبلش تطلع عن القعر، يعني تطلع تفوش شوي شوي، ممكن توصل مرات
لنص المي، اوكي مش لفوق. هون اعملوا معروف ما بدنا ناكل البيضة، اوكي. وبس تفوش يعني على الوجه، يعني معناتها صار عمرها البيضة فوق 25 يوم 30 يوم. لكن اذا بتريدوا احبائي، السر اليوم باسرار المطبخ، كيف نعرف البيضة اذا طازة ولا لا؟ منغطسها بحمام مي، اذا كان نامت تحت بالقعر نحن هون فينا ناكلها على العمياني، مين ما كان عطانا اياها، مين ما كان من وين ما كان جبناها، ان شاء الله عنا من الحديقة، من الحقلة، من قل الدجاج اللي عنا، او من عن جيراننا مثل ما بتكون. اما اذا اجت وقفت وطلعت هيك فشت شوي صغيرة، هون اعملوا معروف ما تاكلوها، لانه ممكن تعملنا تسمم كتير كبير. هذا غير الاسهال وغير انواع كتيرة من الجراثيم او الامراض اللي ممكن يسببها البيض بجسمنا. هيدا السر الكبير لهيدي الحلقة. السر الاصغر منه شوي وكمان رح نشوفه نحن بقلب الحلقة، هو موضوع سلق البيض. انا حكيت عنه ورح ارجع عيده هلأ بنهاية الحلقة اليوم، انه المي عم تغلي، منحط فيها نقطة خل ومنسقط فيها البيض، منحط كل بيضة او بيضتين بقلب هالمصفاية او هاللوش اللي معنا بايدنا، اوكي، او الملعقة، ومننزله بقلب المي اللي عم تغلي. من بعد ما البيضة تصير بقلب الميات يلي عم يغلو 8 دقايق، من عير 8 دقايق على القد، البيضة بتكون مسلوقة تماما، بشيلها وبحطها بالمي الباردة. واذا كان بدي البيضة تكون برشت مثلا مثل ما بيسموها، اوكي، يعني تكون نية، في عالم بيحبوا ياكلوها يشيلوا راسها وياكلوا البياض يكون مستوي بس الصفار بعده ني، هون البيضة بين 5 دقايق والسبع دقايق. 5 دقايق بيكون البياض بعده ني تماما، يعني بيكون بعده مش تماما، منقول 50%، يعني بعده مي شوي. بالست دقايق ببلش يكمش مزبوط على القشري. بالسبع دقايق بيكون كمش، صار البيض مستوي او البياض البيض مستوي، والصفار بعده فينا نقول حوالي 60%، اوكي ني. وبعدين هل الدقيقة كمان يلي بتكفي، اوكي، مع الوقت يلي تيبرد البيض بقلب المي بيستوي عنا الصفار على القد. وكل ما نسلق البيضة زيادة كل ما فقدت من القيمة الغذائية تبعيتها. وهون كمان منشوف اللون الأسود بين الصفار والبياض بقلب البيضة، معناتها البيضة هون أو عتيقة صار لزمان مسلوقة، أو البيضة مسلوقة كتير. أنا كتير بشكركم، بشكركم جميعا على المتابعة. بطلب من الجميع يلي بيحضر الفيديوهات أو بيسمع كمان هالحلقات على قناة راديو تموز أو قناة الشيف شادي، يترك تعليقات، عن جد عم نستفيد كتير منها، وعم كمان عم نأسس عليها حلقاتنا المقبلة. أنا كتير بشكركم وبقلكم من القلب باي. شركة 10 على 10 متخصصة في تطوير مفاهيم غذائية جديدة، إنتاج عروض الطبخ، إنشاء القائمة وتكلفة الغذاء، تقديم دورات تدريبية، تطبيق الفيديو المحمول الغذائي، تنظيم تعزيز الأغذية، تصوير فيديوهات الطعام، استوديو الطهي، العلامة التجارية الكاملة، مطبخ وخلفية التصميم والعمليات، تنفيذ القائمة والتذوق، بناء قدرات الموظفين، توحيد الوصفات القائمة والتدريب ميزان بلاس، الموارد البشرية، إجراء المقابلة والتوظيف والجدولة، تحديد المواقع في السوق F&B. 10 على 10، سهيلي، الطريق العام N57، كسروان 00961923103، 00961321979970، إيميل info@chefcz.com، www.chefcz.com. من التنين للجمعة وصفات جديدة وبتجنن وأسرار عن عالم المطبخ. انطروني الساعة 10 صباحا بتوقيت بيروت وبإعادة 5 المساء، معي أنا شيف شادي زيتوني من شركة 10 على 10 على راديو تموز الإلكتروني.